متواصلين أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام بانطلاقة هذا الصباح، نتابع وإياكم اندفاعة هذا الشوط وانطلاقة هذه الأسماء المندفعة. شوطنا السادس هنا في هذه الفترة الصباحية، وأنتم على الموعد في هذا المساء بأشواط الرموز، أيضا الرموز الأربعة المخصصة لسن الحقائق في هذه الفترة المسائية المليونية. يا سلام، نعود هناك إلى مجريات شوطنا وانطلاقة هذا الشوط واندفاعة هذه الأسماء المنطلقة أول المراكز. هناك سمحان لسالم بن محمد بن حران المري على المركز الاول هنا في هذه اللحظات يا بن حران، مقدما لنا سمحان المركز الثاني، الوصول من نواف سالم بن محمد بن علي الفالح هنا مقدما لنا نواف على المركز الثاني. المركز الثالث نتابع القدوم والوصول من العابر اللي قادم هنا في هذه اللحظات، او هنا وقاد صالح بن فرج بن حسين ابو السيقان المري، ولكن ارى اللي تسلل هنا القادم العابر خليفة بن عبد الله القعود اللي على المركز الرابع منطلقا بهذا الشيء شعار القعود وبقيادة بن عبدون. هناك سالم بن هادي العبدون من يتابع هذا الشعار. المركز الخامس نتابع في هذه اللحظات القدوم من شاهين سالم بن محمد بن فهد بن دخيل الله على المركز الخامس. هذه النتيجة مع الخمس المراكز الأولى، وتبديل المراكز هنا جاري إلى هذه اللحظات. نتابع هذه الشعارات، ولكن القيادة عند سمحان سالم بن محمد بن حران المري. هنا يقدم لنا سمحان بانطلاقته وهذه السلالة العريقة المعروفة لدى بن حران، هنا مع سمحان في مقدمة الشوط ومع المركز الأول ومع الصدارة هنا في هذه اللحظات واندفاعته. هنا الوصول الجديد، نشوف هناك شاهين لمبروك بن مانع بن دواس العامر اللي قادم مع المركز الثاني وفي طريقه الى مقدمة الشوط. المركز الثالث نشوف اللي تسلل هنا في هذه اللحظات، والقدوم والوصول من هواش علي بن صالح بن مسعود بن عتيق قادم. المركز الرابع هنا القدوم من العابر خليفة بن عبد الله بن محمد القعود اللي قادم على المركز الرابع وغير على المركز الثالث. المركز الخامس هناك في هذه اللحظات شاهين سالم بن محمد محمد بن فهد بن دخيل الله. نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، إلى المركز الأول. هنا القدوم مع شاهين مبروك بن مانع بن دواس العامر هنا في هذه اللحظات، هنا مع هذه اللحظات وانتهاء. وركز يا ابو مطيع، يا ابو مطيع ركز، الناموس غالي. هنا في هذه اللحظات نتابع هنا شعارك يا ابو مطيع في مقدمة الشوط مع المركز الاول شاهين مبروك بن مانع بن دواس العامر على المركز الاول. المركز الثاني سمحان سالم بن حران الف هيدا هناك قادم مع المركز الثاني. المركز الثالث الوصول من صايب مبخوت بن سالم بن محمد الجربوعي. المركز الرابع هنا بن عتيق مع هواش علي بن صالح بن مسعود بن عتيق. المركز الخامس شعار القعود قادم هنا مع العابر خليفة بن عبد الله القعود مع المركز الخامس وبقيادة بن عبدون. يا سلام، لكن نعود إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى التحدي والإثارة مع الألف ومئتين متر الأخيرة، ولكن شوفوا المقدمة والصدارة مع صايب مبخوت بن سالم الجربوعي على المركز الأول على المقدمة. هنا يا ابو سالم الناموس غالي، ولكن هنا بن دواس قادم مع شاهين مبروك بن مانع بن دواس العامر على المركز الثاني منطلقا في هذه اللحظات. المركز الثالث هنا العابر خليفة بن عبد الله القعود اهل البحرين. يا سلام، بينما ايضا الوصول من سمحان يعود سمحان في هذه اللحظات،
وينطلق على المركز الثالث بأيضا شعار سالم بن حران المري، ولكن شوف القادم السيف فرام بن عتيق بن قريع المري. يا سلام يا سلام يا سلام، نعود إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى الإثارة هنا في هذه اللحظات، ولكن الله يا فران، فران بن عتيق بن قريع يقدم جديدة كل يوم، نقطتين بيوم الأمس، وهذه أيضا اندفاعة ثمينة باندفاعه وانطلاقه ولا أروع مع السيف 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 السيف. وتهانينا تهانينا يا أبو عتيق، تهانينا يا أبو عتيق على اندفاعة السيف فران بن عتيق بن قريع المري، يقدم جديدة في كل مهرجان. تهانينا والناموس على هذا الأداء هنا في هذه اللحظات، شعار مزاحة وشعار العديد والعديد. تهانينا تهانينا يا أبو عتيق، فران بن عتيق بن قريع المري يقدم لنا السيف، من انتزع الناموس وانتزع الفوز والانتصار هنا مع أيضا السيف اللي يصل بكل سلام وأمان إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. المركز الثاني صايب مبخوت بن سالم بن محمد الجربوعي، المركز الثالث المركز الثالث ملهم عبد الله بن بطي، أو المركز الثالث هنا اللي هو غنوان لحسن بن محمد بن راشد الصعاق، المركز الرابع المركز الرابع ملهم عبد الله بن بطي بن محمد الطروق الغفلي، المركز الخامس المركز الخامس اللي هو الجارح راشد بن خميس بن راشد بن خميس المنصوري. شاهدنا هذا الشوط هنا نتابع الفوز المستحق مع السيف وفران بن عتيق بن قريع، من قدم لنا السيف في هذا الشوط وانتصر وحقق الناموس. والتوقيت الزمني 5:56 84 جزء من الثانية. تهانينا لفران بن عتيق بن قريع على فوزه في هذا الشوط وانتصار السيف في هذه اللحظات. المركز الثاني صايب توقيته 5:59 10 أجزاء من الثانية. تهانينا المبخوت بن سالم الجربوعي، المركز الثالث المركز الثالث وصل غنوان لحسن محمد بن راشد الصعاق، وتوقيت الزمن 6:28 جزء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز.